الشابة الفنانة، خليني أقول لك، يارا إيميل جمال من يركا. يعني بداية لنا كل الشرف تواجد في معهد موتسارت الغني عن التعريف للفنان يعني الذي نفتخر ونعتز به والدك إيميل جمال. وبداية حابين نتعرف عليك أكثر. زي ما حكيت، اسمي يارا جمال من يركا، عمري 23 سنة. يارا، احكي لنا شوي عن مجال دراستك. أنا حاصلة على لقب أول علم نفس وموسيقى من جامعة حيفا، وطالبة لقب ثاني علاج عن طريق الموسيقى. وأنا بعزف جيتارة وكمان بعزف شوية عود، عندي هيك معرفة في كثير آلات. مجال عملك اليوم؟ أنا بشتغل في كثير محلات، كمان في روضات وبساتين، ومع الجيل الأصغر اللي هو الحضانات بعمل دورات وورشات موسيقية إيقاعية وحركية، وكمان بشتغل في مراكز ومعاهد موسيقية بعد الظهر في أوقات ما بعد الدوام. يعني العلاج عن طريق الموسيقى موضوع جديد يعني نسبيا، ومهم جدا، وبدأ يأخذ حيزا في المجال العام. حدثينا أكثر يعني عن تقنية هذا العلاج. علاج عن طريق الموسيقى هو نوع من أنواع العلاج للنفس، ومش كثير معروف عنا في المجتمع، ويعني ما فيش تقريبا منه. طبعا إحنا عن طريق الموسيقى منعالج البني آدم اللي عقبالنا، طبعا مشاكل اللي هي نفسية، والموسيقى هي تعتبر لغة بكل معنى الكلمة لناس اللي هي فيش عندها كيف تعبر عن نفسها عن طريق الكلمات. فهي بتعتبر وسيلة اللي بنقدر احنا نشتغل عن طريقها عشان نعالج اللي عقبالنا. حكيتي يعني نوع من انواع العلاج النفسي. عم نلاحظ في الفترة الأخيرة يارا احنا بنواجه موضوعين كثير مهمات وبشكل كبير. يعني الموضوع الأول هو التنمر بين الطلاب، والموضوع الثاني يعني موضوع التوحد. هل العلاج عن طريق الموسيقى يعطي إجابات لهذه الظواهر أيضا؟ أنا خلال تعليمي بعمل التطبيق تاعي في مدرسة ثانوية للتوحد، اللي فيها إحنا نعمل علاجات عن طريق الموسيقى مع الطلاب اللي في المدرسة. العلاج عن طريق الموسيقى تعتبر من أحسن العلاجات للأولاد اللي عندهم توحد، وكثير على الإشي في أبحاث وفي إثباتات، وهي تعتبر يعني طريقة على الآخر ناجعة اللي إحنا بنقدر نعالج الأولاد، وخاصة كمان في الجيل الصغير اللي الأولاد مرات تعرفش تعبر عن حالة في الحكي، فإن كان تنمر إن كان عنف إن كان أي إشي توحد، الموسيقى هي تعتبر طريقة جدا جدا مفيدة وناجعة وإلى كثير تأثير للإيجابي. طبعا احكي لنا عن مشوارك مع هذا الطريق. أنا حس أنه طريق حلو وطريق شيق، كيف بديتي مع هذا الموضوع؟ خلال تعليم اللقب الأول كان عندي حلم أنه أنا أبلش مشروع خاص فيي للموسيقى، وخلال سنة ثاني بلشت أعمل دورات وورشات موسيقية في بيت المسن، وكمان في إطار للنساء المعنفات. فخلال السنة هاي كانت كثير مؤثرة بالنسبة لي، كيف شفت التأثير اللي أنا قدرت أو البصمة اللي قدرت أنا أحطها عند الأولاد وعلى عند المسنين اللي كانوا، وشفت قدي ممكن الإشي يفيدهم. كان بقدر أعطي مثال، في بيت المسن كان في مسنين اللي بيحكوش أبدا، فيش عندهم أبدا أبدا يعني بيقدروش يطلعوا اللغة، فكنت أشوف كيف لما كانوا يمسكوا الأدوات الموسيقية أو أدار الموسيقى معينة كيف الإشي كان يأثر عليهم إيجابي وقدي كانوا ينبسطوا. فهذا الإشي كان كثير يعطينا اكتفاء ذاتي. فمن بعدها هيك بلشت أشوف إنه أنا بدي أبلش مشروع خاص فيي ليكون يعني بميزني. فقبل تقريبا سنة وشوي هيك بلشت أخطط لمشروعي. الإشي بده كثير تفكير كان، وكان فيه معه كثير مخاوف، ما كنتش عارفة كيف رح أبلش، شو رح أعمل، إيش الإشياء لازم أسويها. فبلشت هيك أبني أفكار لإلي خاصة فيي، وبلشنا يعني كان عندي ورشات، بلشت هيك بتاع نقوله من الصفر على الآخر، والإشي يعني يتطور لحاله. أنا بعرف موضوع العلاج يعني عن طريق الموسيقى، هناك أيضا علاج عن طريق الفنون، علاج عن طريق الحيوانات، علاج عن طريق الرياضة، عدة مواضيع.
لماذا اخترت موضوع الموسيقى بالذات؟ زي ما بيقولوا الموسيقى غذاء الروح، وأنا شخصيا يعني من أنا وصغيري ربياني على الموسيقى، فكان الإشي يعني الإشي في شخصيتي، الإشي عندي ياته من أنا من صغري وفي البيت في تربيتي في كل إشي. فحبيت أوصل فكرة الموسيقى عنا في المجتمع، إشي اللي هو مختلف، إشي اللي هو بميزني. ويعني أنا شخصيا كنت عاملة حسابي أساسا أكمل في علم النفس، بس بعدين ما هيك بلشت أشوف التأثير تبع الموسيقى في الناس اللي أنا كنت أروح لعندها وأقابلها، ففهمت قد إيه الإشي هذا الإشي اللي بدي إياه في حياتي، وهذا الإشي اللي بدي أكمل معه وأوصله لأكبر عدد ممكن. يعني في كل عمل هناك تحديات وصعوبات، شو التحديات والصعوبات اللي بتواجهك في هذا المجال؟ في كثير تحديات، يعني أنا زي ما حكيت قبل شوي إنه أنا كل إشي ببني من الصفر، دايما عندي لازم أضلني أفكر أبني أفكار اللي هي جديدة اللي هي بتميزني، فكثير بأخذ مني طاقات، كثير كثير الإشي بأخذ مني طاقات تفكير. يعني في أيام بنامش فيها قبل مثلا فعاليات معينة، لأنه بهمني الإشي يطلع زي ما أنا بدي، زي ما الإشي يعني زي ما بقولوا يعني شوفوا مين هي يارا والإشي يعني يطلع من قلبي. فالتحديات طبعا انه الواحد عن جد يضل يجدد، دايما في افكار جديدة، دايما في اشياء جديدة. انا بني ادم بحبش الروتين، يعني في شخصيتي بحبش ابدا الروتين، وبهمني دايما حتى لو نفس الاغنية بهمني ازيد فيها بصمة اللي هي جديدة، اشي اللي هو جديد، عشان انه ما يكونش اشي زي ما بقولوا ممل لإلي خاصة، يعني لإشي أكثر لإلي يعني، وعشان كمان أقدر أوصل للي عقبالي الإشي بصورة أحسن. وطبعا في دايما في كل محل أنا بروح عليه بيكون فيه تحديات اللي هي خاصة فيه، يعني بتعلق في المجموعة نفسها، شو تحدياتها هي نفسها، أنا لازم زي ما بقولوا ألائم نفسي لإلها. ف يعني دايما في تحديات يعني يوميا. حكينا عن التحديات والصعوبات، خلينا نحكي شويك عن النجاحات. شو رأيك؟ إشي إيجابي؟ أنا خلال شغلي كثير بحس في النجاحات، يعني إن كان أبسط الأمور، يعني إيه مثلا إذا أروح على حضانة اللي أنا بشتغل فيها كل أسبوع عندي يعني دورة، بشوف الحب تبعت الأطفال، الحب تبع الأطفال اللي كيف هني بعطوني إياته بوصلوا لي إياته إنه هني بيستنوني. فبالنسبة لي هاي النجاحات الصغيرة هي كبيرة جدا إني أشوف هذا الإشي. وطبعا خلال الشغل أنا بنبسط وبحس حالي إنه أنا ناجحة لما بشوف اللي عقبالي مبسوط وعن جد عم بوصله الفكرة اللي بدي أوصلها. وطبعا أنا يعني كل فعالية عندي إياها وإشي عندي إياته أنا يعني بكون عندي كثير مخاوف قبلها طبعا، وبس أوصل وأعملها وهيك أحس في الإشي اللي أنا زي ما بقوله استثمرته، بالنسبة لي هذا نجاح كبير. يعني بعد ما خططت ورحت على الفعالية وعملت الفعالية، بتروحي على البيت، ردود الفعل اللي بتتلقيها من الناس، من المعلمات، حتى أحيانا ممكن من الأطفال أيضا؟ يعني الحمد لله على كل إشي، أنا بعد كل إشي بسويه بتلقى كثير ردود فعل إيجابية، اللي هي بشوف فيها قدي أنا عن جد وصلت الإشي اللي بدي إياه، وإن كان من معلمات، إن كان من أطفال، إن كان من أهالي. أنا بعمل كمان دورات اللي هي طويلة، بتكون يعني 4 5 أشهر، فبكون زي ما بقولوا طريق جدا 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 طويل، اللي فيها بشتغل على كثير مهارات وعلى كثير أشياء اللي بهمني تتوصل للولد، وبهمني إنه الولد زي ما بقولوا يكتسبها. فبعد هيك طريق بشوف قد ايه كيلو من ردود الفعل تبعون الاهالي والاطفال انه انا قدرت اوصل هاي الشغلات. وفي اشياء اساسا بكونش عامله حسابها، بغير يعني في شخصيه الولد او في المهارات اللي انا وصلتها. يعني قديش بتحبي عالم الاطفال؟ كثير بحبه، يعني كثير كثير كثير، مش عارفه قد ايه ممكن اوصف براءة الأطفال وحب الأطفال للحياة، بعطيني طاقات يعني مش رح أقدر أوصفها. وهن بخلوني يعني أحب شغلي كل يوم بعد زيادة، إنه أنا بقدر هيك يعني أنا ببسطهم وهن ببسطوني في ردودهم وفي قديهن بحبوا الحياة.
ففيش عندي وصف قد ايه بحبهم. حكيت خلال اللقاء عن تجديد وتحديث بشكل دائم، يعني برأيك في مثل هذه المواضيع وفي فعاليات الأطفال التجديد والتحديث هو السر؟ حسب رأيي في كل، مش بس في مجال الأطفال، في كل مجال أنا بشتغله بالنسبة لي التحديث والتجديد هو السر، لأنه بهمني أنه دايما أخلق أفكار جديدة، أخلق أشياء جديدة اللي هي بتميزني زي ما حكيت قبل شوي، عشان الواحد دايما يتقدم لازم دايما يجدد، وعشان يعني كمان الإشي بتلائم للمجموعة اللي أنا بقابلها، للإشي اللي أنا بعمله. ف التجديد والتحديث هو السر. كيف تعملين على صقل شخصيتك في هذا المجال؟ يعني أنا بقدر أقول إنه يارا اللي كانت قبل ما تبلش هذا المشروع بني آدمي، وحاليا بعني طبعا أول الطريق بالنسبة لإلي، لأني بعني مش عاملة كل إشياء اللي بدي أعملها، بني آدمي ثاني. هذا الشغل كثير غير فيه، كثير ساعدني في إشياء اللي هي في شخصيتي يمكن أنا ما كنتش عرفتها، وإشياء أحسنها، إشياء أطورها، إشياء برزها في حالي أنا ما كنتش عرفتها قبل. فدايما كل يوم بفيق بالنسبة إلي هو تطوير من ذاتي، الأشياء اللي هي بتحسنني، بتزيد من ثقتي في نفسي، من عشان أنا أتقدم دايما. هدفك ورسالتك من وراء عملك؟ قبل ما أبلش مشروعي كان عندي هذا السؤال لنفسي، إيش هدفي؟ شو بدي أوصل؟ شو الأشياء اللي أنا حابة أوصلها؟ في كل مجال في ناس اللي بتشتغل فيه، بس أنا كان بدي إشي اللي هو يميزني، والإشي اللي أنا أقدر هدف معين اللي أنا أقدر أوصله. الموسيقى عالم كثير 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 وسيع، يعني قد ما أقول كثير وسيع مش رح أقدر أوصل، وأنا كل يوم بتعرف بعد إشياء جديدة. يعني صح أنا متعلمة وبعدني بتعلم وكثير في عندي خبرة وزي ما بقولوا معلومات، بس أنا دايما كل يوم بتعلم إشياء جديدة. ف هدفي إنه أوصل هاي زي ما بقولوا الإفادة اللي فيه في الموسيقى، بحب أوصل مهارات مفيدة. الموسيقى مش بس يعني إحنا بنسمعها وبنستمتع فيها، بس في كثير زي ما بقولوا الأشياء اللي جويتها كثير في إلها فائدة. فأنا عن طريق أي فعالية أو أي شيء أنا ببنيه بهمني في هدف من وراها، اللي أنا أوصل زي ما بقولوا الإفادة للأطفال، للناس، للمجموعة اللي أنا طبعاً بعمل هالشيء. بدي أسألك سؤال عبارة عن قسمين، مشاريع مستقبلية هو القسم الأول، والقسم الثاني وين بتلاقي حالك بعد 5 سنين؟ بالنسبة للقسم الأول في كثير مشاريع اللي أنا بفكر فيها، فزي ما حكيت لك أنا بعني أول الطريق يعني بالنسبة لإلي. في كثير شغلات اللي أنا مخطط لها، إن كان أزيد الكيلو، أطور الإشي، أطور مشروعي كمان لفئات اللي هي أخرى، فئات أكبر في السن من إنه بس أطفال. طبعا هذا الإشي رح يجي مع مقابلة زي ما بقولوا لتعليمي في اللقب الثاني، وكمان يعني أنا الاسم الثاني للسؤال، بعد 5 سنين أنا عاملة كمان حسابي إنه أنا أعمل بحث في موضوعي زي ما بيقولوا تيزا، وكمان ان شاء الله لقدام دكتوراه، لانه بهمني انه يعني الابحاث شيء كثير كثير مهم عشان نثبت النجاعه تبعت الموضوع. فهذا شيء تعال نقول في دراستي يعني رح ان شاء الله يعني بحققه، وكمان في شغلي ان كان افتح كلينيكا، افتح شيء اللي هو خاص فيي، في خاص في مشروعي وفي شغلي. بتمنى لك كل النجاح. هل هذا حلم يعني ولا عندك أحلام يعني حابة تحققها؟ بالنسبة لي هذا حلم، هذا حلمي في الحياة، إنه الإشي اللي أنا بطمح أوصله وأشتغل عليه دايما. ولما الواحد زي ما بقوله بفيق الصبح عنده شغف لشغله وللإشي اللي عم بيعمله، هذا بالنسبة لي حلم. وزي ما بقوله يعني أنا هون دعتي كمان نصيحة للمشاهد، إنه اشتغل على الاشي اللي انت بتحبه، اعمل الاشي اللي انت بتحبه، لانه لما بتحب شو بتعمل يعني خلص الاشي اكيد بنجح، لانك بتعمل من قلبك يعني. فهذا بالنسبة لي حلم. اعطيتي نصيحة للمشاهدين، بس انا مش راح يعني استغني عن كلمة كمان اخيرة تقدميها للمشاهد، بدي استغل لك تجربتك ومعرفتك وتعليمك ونقدم رسالة في اخر اللقاء. ولكن حاليا بدي اسألك عن هواياتك، يعني شغف بالشغل وشغف
شغل الحمد لله ناجح ومتفرع ومتشعب، في وقت للهوايات؟ مع هيك شغل شوي صعب كمان للهوايات، لأنه كمان في تعليم، بس أنا بحاول قدر الإمكان كمان أفوت الأشياء اللي هي بتعطيني لنفسي راحة، لأنه لما أنا مش مرتاحة مش راح أقدر أعمل شغلي بشكل اللي هو تام يعني. فعندي هوايات كثير، إن كان عزفي، أنا بحب كثير أعزف على الجيتارة، فبالنسبة لي العزف هو يعني بأخذني لعالم ثاني، عالم اللي هو بيني وبين نفسي اللي فيه أنا بتريح هيك زي ما بقولوا، بطلع الطاقات السلبية التعب عن طريق العزف. وكمان الرياضة، أنا صار لي سنين كثير طويلة بتمرن، بعمل رياضة اللي فيها أنا زي ما بقولوا على الآخر بطلع الطاقات السلبية يعني. وهيك يعني كمان بحب كثير أمشي على البحر، أعمل أشياء اللي هي يمكن بسيطة بس بالنسبة لي كثير كثير بتريحني وبتفيدني. من هو داعمك الأول؟ الداعمين الأوليين هني أهلي، أمي وأبوي، يعني خليلي إياهم وكثير متحمليني زي ما حكيت، لأنه في هذا الشغل عن جد بدك دائما تفكر ومخك دائما بضل يشتغل، فأهلي كثير بيساعدوني إنه يخففوا عني هذا الضغط. مرات كثير بيعملوا عني أشياء بس عشان إنه أنا أحس أحسن ومرتاحة أكثر، فيخليلي إياهم هني بالنسبة إلي الداعمين يعني الأساسيين في حياتي، وبلاهم ما كنتش بوصل أساسا لهون يعني. المشاهدين بيعرفوش بس أنا بعرف، أمك مديرة مدرسة وأبوك فنان كيف ذكرت بالأول، بنعتز ومفخر فيه. قديش اكتسبتي من أهلك؟ انا كثير اكتسبت من اهلي، اولا اساسا كل موضوع تعليمي بدمج بيناتهم، امي كانت مستشاره تربويه وابوي هو في عالم الموسيقى، فانا زي ما بقولوا دمجت بين الموضوعين، لانه الاشياء انا ربيت عليهم من انا وصغيره، فزي ما حكيت كمان انه الاشي في شخصيتي. تعلمت كثير منهم الاصرار، انه اذا بدك توصل لاشي مجبور كثير تشتغل وكثير تتعب، فيش اشي بيجي بالهوين، ولازم ضلك تدرس تتعلم وتطور من نفسك عشان توصل الأشياء اللي أنت بتحبها. ونثابر، لازم دايما نثابر. يلا أنا شفت لك فعالية حضرتها، يعني كنت فيها وصراحة بتفوتي على الفعالية مع طاقات إيجابية رهيبة، وبتنشر هاي الطاقات الإيجابية كمان، كل الموجودين فجأة بتحسيهم صاروا يعطوا طاقات إيجابية. من وين هاي الطاقات بتجيبيها؟ من وين تستمديها؟ زي ما حكيت، حبي لشغلي هو اللي بيعطيني هاي الطاقات اللي انا يعني انشرها للي حوالي. ودائما انا من انا وصغيري عندي انه اهداف انه انا انشر الفرحة في قلوب اللي حوالي، انه ينبسطوا ويكيفوا ويفرغوا طاقات، فالإشي زي ما بقولوا بيطلع من قلبي بوصل لقلب لقبالي. والسبب والإشي الأساسي هو حبي لشغلي. بعد بدي أسألك سؤالين. السؤال الأول عن مشروع مميز جذبني جدا، وهو دمجك يعني لفعاليات تجمع الأم والطفل، احكي لنا عن هذا المشروع. خلال تعليمي في اللقب الأول كمان في اللقب الثاني اللي هو علاج عن طريق الموسيقى، كثير منشدد وكثير منتعلم على الأهمية تبعت العلاقة بين الأهل والطفل في السنين الأولى من حياته، فأنا بلشت مشروع اللي هو دورات وورشات موسيقية للأميات والأطفال في الجيل اللي هي تعال نقول من نص سنة تقريبا ل3 سنوات، اللي فيها احنا من أول العلاقة بين الأم والطفل، وكمان نكشفهم لعالم الموسيقى اللي هي إشي اللي جدا جدا وسيع وجدا مهم. وعن طريق الكشف لعالم الموسيقى بنشتغل على كثير مهارات مهمة لهي الأجيال، إن كان مثلا القدرة على الصبر، الإصغاء، يستنى في دوره، الشيء اللي هي جدا جدا مهمة إنه الولد يكتسبها في هذا الجيل، وطبعا مع تقوية العلاقة بين الأم والطفل. كلمة أخيرة لإلك، رسالة حابة توجهيها لمين بتوجهيها وشو بتقولي فيها؟ اول اشي بدي اتشكر المشاهد انه وصل معنا لهون، وبتامل انكم استمتعتوا. وكمان الرساله تاعتي زي ما قبل شوي كمان حكيت، انه اعمل الاشي اللي انت بتحبه، حتى لو كثير اللي حواليك قالوا لك لا وشو بدك في هالاشي، والاشي مش عن جد رح يكون في له انه زي ما بقولوا هو رح يكون له تاثير، بس لما انت بتحب الاشي الاشي اكيد رح يوصل، واشتغل واتعب عشان حلمك وعشان الاشي اللي بتحبه. يارا جمال، بقي يعني أن نتمنى لك النجاح الباهر والحياة السعيدة، وحبيت كمان بشكل شخصي أقول لك شكرا
على الاستقبال الحلو وعلى الكرم اليركاوي المعروف، واستقبال أهل يركا للضيف كمان معروف. فشكرا جزيلا لك. شكرا لك كثير كثير، ويعني جدا جدا استمتعت، وبتأمل هدفي ورسالتي وصلوا للمشاهد، وشكرا لكم.